حضرة النظارة والنظرات، أهلا وسهلا ومرحبا وصحة شريبتكم ويا جبال مهزكم ريح. نلتقي معاكم إذا في حلقة جديدة من لوجيك السياسي اللي باش نخصوها لربما لعشاق الموسيقى والنغم والسهر، واللي باش نسمعوكم فيها أفضل الأغاني والكليبات المصورة اللي تبعناها مع بعضنا خلال المسيرة التاريخية والاستثنائية والممتازة لبرنامجنا. ننطلق إذا مع التوبتين أو العشرة الأوائل، ونحن في العشرة الأواخر من هذا الشهر الفضيل، ونمشي مباشرة مع المرتبة العاشرة اللي نلقاو فيها حبيب رماء الملايين سي حمد إبراهيم، اللي كما في الانتخابات حتى في ترتيب الأغاني جاء في المرتبة الأخيرة بغنيته اللي هداها للمؤسسة العسكرية باش ما نقولوش للجيش. ما فيش او جيش جيش غيره ماليش، والجيش يحل الشاهية والقنبلة الخضرا باهية، ورشيد قلبه صافي كان زمن يغني حافي. قوم نوض اي جيش، قوم نوض، قوم نوض 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 بوس الجيش. وفي المرتبة ربما التاسعة من الترتيب نلقاو الفن الشعبي باش ما نقولوش الأغنية الشعبوية اللي أبدعت فيها فرقة أولاد العريضة الشعبية. الميدي ستة سياسات نخلص عشرة ملايينات، نبيعوا لوجيات وتنشروا عشرة كمينات، جاونا ميليشيات ضربونا وبالكفة، ذري في البلاد قاعدة توكل الظلفة. آه الله يوم وقيت ذري جاء، ورا يوم وقيت قلبي والله ينجح فيا، طب الأطبار والموسيقى مش عادية، يوم وقيت الموسيقى هي. نمروا اذا باش ما نقولوش نقطعوا الطريق الى المرتبه الثامنه مع الموسيقار ربما الكبير والعلامه الرائع صاحب رائعه الحمصيات وصديق الكنلوات واللي ديما يبكي. يا كنالو بحبك. وكذلك في المرتبة السابعة نلقاوها كذلك هو بيدو وربي يزيدو سيادة الرئيس المفدى بقاه الله ذخرا للربيع العربي، اللي نلقاوها في نوع آخر من الأغاني أفحم بها أكبر شعراء الغزل العربي. ندخل نسمع مع بعضنا أغنية يا بنت الناس، ونقولوا له بالمناسبة هذه يا سيادة الرئيس ربي كثر منك الناس. يا بنت الناس أنا فقير صلاحياتي محدودة، إنما عندي قصر كبير ودي للبوس ممدودة، نطلق سراح العصافير في كل مرة نطرد سفير، من المعارضة عندي الوسواس، وفهميني 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 يا بنت الناس. يا بنت الناس هذا الرئيس صلاحياته محدودة، يوفي ما دابش الابليس يدير البوس ممدودة، يطلق سراح العصافير ساعتي طرد السفير، بالمعارضة عنده وسواس، وفهميني 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 يا بنت الناس. يا بنت الناس أنا المرزوقي حررت الكنالوات، شوفيني يا محلالوكي لابس برنوس ومريات،
شهرية بثلاثين مليون هذا كاش يقول القانون يعطيوني الصلاحيات وتشوفيني 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 يا بنت الناس يا بنت الناس هذا الرئيس صلاحياته محدودة يودي ملابس البرينيس فيديه للبوش ممدودة اي سودو فقدوا بيا غرفة مروية شنوة تتكلم غناية تنكسبتها تتنقلك حاجات غناية زوينة وما تشسبع منها ما تشبع المرزوقي باع تنفلك اني بحبك شوف ولا بس حقوق عايز كونك فيها يا جيشي إذن حضرات النظارة والنظرات نمروا للمرتبة السادسة وأكيد كلكم تتذكروا التحفة الفنية للسيد حمادي جبالي اللي غناها ربما باللغة الفرنسية للأسف الغنية هذه ما دخلتش للترتيب ولكن نلقاو في بلاصتها نفس الفنان العظيم الرائع والممتاز والقدير اللي انتقل إلى نوعية أخرى من الأغاني ألا وهي الراب واللي يبدو أنه فيها أكثر ربما فلوس برفقة الشيخ راشد الغنوشي وبالمناسبة هذه نتمنى لسي حمادي نفس النجاح في تسير الحكومة كما نجح في الأغاني هذه احنا اليوم في الحكومة صوتونا عالجومة باش نعاونوا البطالة والجهات المحرومة بعد ما شدنا السجون طوى باش نعمل قانون ياخو بيها التعويضات كل نهار في السلون هاكل فلوسة من ميزانية مليارات تكون محبوسة هاكل فلوسة هاكل فلوسة من ميزانية مليارات تكون محبوسة هاكل فلوسة هاكل فلوسة هاد التعويض هاد الباكو هاد الدنوس على ميزانية انصح مات باش شيخ حلينات بدي نعرف الدفيز يفرقوا علينا التعويضات يا حبيبي عالشيخات هذي مش انتخابيات هذي لعبة يا مجنون من صيرها بحل مريون مالك فيش الوزارة للتعويض على القصة في المرتبة 405 نزيد نلقاو الشيخ راشد في أغنية راب حطمت كل الأرقام القياسية وهذا ليس بغريب على الشيخ حفظه الله يلا listen to me الحمد لله listen to the Rashid yeah I'm a Rashid man yeah بالغ وراجل الحمد لله listen to my music yeah I love it so listen to my music and repeat it yeah then I'll put the next bullet for one G-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 
هاي باميلا ابي 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 اسمعني حبيبي اللوز امشي معايا شويه 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 شوية قالوا دستور جديد اخطاك يا وخي الفصل الاول ما تبدل فيه شي جي 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 دا جي 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 دا ثلاث حروف وجدا حفص عليها وتعدا يلا listen to me and give us the music please yeah now يلا احلى دي كاس والحمد لله الى صديق 50 درهم 50 سنت على اللي كان معي في لندن والحمد لله مع السلامة والحمد لله Listen to our music, yeah, 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 yeah. محلاها الألمانية والحمد لله. وفي المرتبة ربما الرابعة وبعد ما عرفتوه في أغنيته أغنية بابا فين اللي نشاهدوا منها ربما الآن بعض المقتطفات واللقطات. دونك بابا فين بابا لحنين انا بوك بوك الزين الزين لحنين دونك بابا فين بابا لحنين وين الليجي وبابا البيجي انيش بوك انيش بوك ما غير ما تلاجي يرجع ربما نظيف بأغنية جديدة كان أهدى مداخيلها لدور الأيتام والأطفال مفقودي السند نخليكم إذن مع مقتطفات منها زمقتني هنيدي والله مش زمقتني بالشيخ علي يا بابا الله يخليك يا بابا البيجي نواسيك يا بابا الله يخليك يا بابا البيجي نواسيك كيف ترجع للوزارة فكر فيا بحرارة كيف ترجع للوزارة فكر فيا بحرارة
عوض لي كل خسارة وهيت نعدي الكوب دافريك عوض لي كل خسارة وهيت نعدي الكوب دافريك يا بابا الله يخليك يا بابا البيجي نوسيك يا بابا الله يخليك يا بابا البيجي نوسيك. وندخلوا إذن حضرات النظارة ونظرات وبساقنا لمين لثلاثة مراتب الأولى اللي شهدت تنافس ربما باش ما نقولوش تزاحم ووردتنا في شأنها الآلاف ومئات الملايين من المكالمات والرسائل الإلكترونية من مختلف بلدان العالم تطلب بإعادة بثها. في المرتبة الثالثة إذن نلقاو هذه الأغنية الأصيلة لإبراهيم الصنديد اللي لا يخاف لا من تمساح ولا من صيد وبالطبيعة مانيش نقصد الحبيب الصيد. علي خلوها تحكي علي خلوها تعبر بمطرق خلي للكبدة مريضة عريضة شنو عريضة شنو عريضة فتني عريضة عرض منك انت فتني يا حليلي يما لو كان جيبوني مبرد في قلبي بمطرق شن هي مشكلتها مع العريضة 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 الوزرة تضرب مرسادس بن جعفر ليه بالقصص وسكت فيه من دون الناس وغيظه عريضه عريضه زوالي قتلنا بالشر وذري توكله في الحجر منه اللي طرد بن جعفر العريضه 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 بن جعفر نايا معجبتش نسوين النهضة تضحك ليش قولون مصوتوا له قديش العريضة العريضة سلاشمي شنو سلاشمي حلو الأغنية دي أنا نقول لك بن جعفر أنا لست بصاص أنا إبراهيم القصاص وكذلك أنا إبراهيم نغني شنو محرزية عجبتك الغنوة ذي أنا نغني محرزية وانت كل ما ترين تنزل على الفلسة ما تتكلمش ما تتكلمش ما تتكلمش شنو نعمل أنا نغني ونأكل الظلف ونختم إذن حضرات النظارة ونظرات للمرتبة الثانية اللي نلقاو فيها أغنية جديدة ربما نسبيا ولكنها نالت شهرة عالمية في أيام قليلة واللي هي أغنية من المعارضة للحكومة ويا حكومة ما تهزك معارضة الأغنية هذه لمجموعة ترويكا بويز جاي من المعارضة للحكومة جاي من المعارضة للحكومة جاي من المعارضة للحكومة جاي من المعارضة للحكومة ثورة عملها الشيخ يوسف القرضاوي والشعب التونسي مسلم وليس فرنساوي نقضي على الفقر والبطالة بالفتاوي يا المنصف يا مرزوق امشي لي كعب ملاوي شكرا للشيخ خاموزة وشكرا للجزيرة بعد ما وصلنا للسلطة قعدنا في حيرة شعب لا يفطر لا يتعشى ولا يتغذى والماء مقصوص والوضعية صعيبة جدا رشودة رشودة جاي من المعارضة للحكومة جاي من المعارضة للحكومة جاي من المعارضة للحكومة جاي من المعارضة للحكومة رشودة 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 كتاب شو دار شبالتي 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 كل محبة أمن أمس منصف أنت مرزوقي. وأخيرا وليس آخرا بل أولا وفي المرتبة الرومية الأولى نلقاو الوزير الأول السابق والديناصور الشاهد على كل ربما العصور سلباجي قايد السبسي في أغنية بكلها أجواء رمضانية. نخليكم إذن حضرات النظارة ونظرات مع الأغنية هذه ونقولكم تصبحون على خير وإلى اللقاء. حاضر بدر مويكا قال له تركا وطبل طبال وزن فلسوين على رئيس البحر يا زعيم الثورة يا بيجي على رئيس البحر يا زعيم الثورة يا بيجي والله ماذا بيا كان الحكومة هذه الدقاجي على رئيس البحر يا زعيم الثورة يا بيجي يا كوعي آه يا بوعي يا كوعي آه يا بوعي دستوري مش تجمعي دستوري مش تجمعي ليا شهرين يا حنيني ليا شهرين يا حنيني ماريتك في القصبة بعيني
ماني قفل قصبة بعيني والمرزوقي بالقصر مهناني بعد اللي بجي ما صار عليا رايش لبحار يا زعيم الثورة يا باشي يا سلك لا تسام بالكريم وجاني العجعاشي يا كوعي آه يا بوعي آه يا كوعي آه يا بوعي دستوري مش تجمعي دستوري مش تجمعي يا نظيف ويا نظيف يا نظيف ويا نظيف آه بابا الباشي عامل كيف بابا الباشي عامل كيف خلافه هو كل كياني قاتيف تكور خير ميت الراجي رئيس نبحة يا زعيم الثورة يا باشي 55 أحزاب ملمومين على رأس الباشي ديمقراطي وما نحبش الرجعية كسكروتاتي ما حصلتش لغلابية وأنا قطبي وما نحبنا القطبية كل شبني في هاللمة الدستورية بابا الحنين عليشي وعني قتلك ما تعود هاشي بابا الحنين عليشي قلك من عبليش اشعوت فيها يمبح يمبح قتلك ما تعود هاشي يا سبسي قايد الباشي يا سبسي قايد الباشي يا سبسي قايد الباشي يا سبسي قايد الباشي